في كل العالم سهل جدا تميز بداية موسم جديد عن نهاية اللي قبل، لكن في مصر الموضوع بقى محتاج شوية تحليل. اللوائح بتقول 3 انذارات متتاليين أو كارت أحمر لأي لاعب يعني إيقاف مباراة، لكن لو لاعب معاه 2 بس وانتهى الموسم بيتشالوا ويبدأوا من جديد على بياض. كاس مصر الحالي كان تكملة للموسم اللي فات 2018-2019. الله، أمال ليه طارق حامد خد الإنذار الثالث قدام مصر المقصة ولعب قدام الاتحاد؟ وليه السلية ورمضان صبحي خدوا إنذار ثالث قدام بيراميدز ومع ذلك متاحين يلعبوا أول ماتش مع الأهلي؟ مش بس كده، بن شرقي بدأ موسم 2018-2019 مع الهلال السعودي بعد ما انتقل من الوداد البيضاوي، وكان في قائمة كاس السوبر. مشي بن شرقي وراح لانس لعب معاهم الموسم، ورجع راح الزمالك ولسه موسم 2018-2019 مكمل معاه. أحمد توفيق بدأ كاس مصر مع بيراميدز بعد ما كان انتقل من الزمالك، في يناير راح الاتحاد إعارة ولعب معاهم ضد الإسماعيلي في ربع النهائي، خلص الدوري ورجع بيراميدز عشان يرجع معاهم لدور ال 16 تاني ويلعب قصاد الأهلي. الحقيقة إن رايحة اتحاد الكورة بتقول إن بداية الموسم الجديد بتكون ببطولة كاس السوبر المصري كواحدة من 3 بطولات بينظمها الاتحاد كل موسم، وفي نفس التوقيت ومع فتح باب القيد المفروض لوائحياً إحنا بدأنا موسم جديد، وبالتالي بتسقط الإنذارات عن اللاعبين حتى لو كانت بطولات الموسم اللي فات لسه ما خلصتش. فهمتوا حاجة؟ المهم إن الخمس لاعبين موقفهم سليم.